اهلا وريداتي، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد، جيتكم بافكار ونصائح الا كان عندكم ثوب ملون كيفاش تخرجوا الالوان اللي فيه والالوان اللي غيجيو معاه وغيجيو متناسقين ويجيو راقيين في الخدمه، في اي خدمه. الا كنتو غتخدموا هكا بجيلاتين، كنتو غترزو ولا غتنبتو، يعني الالوان اللي غادي يجيوكم مع الثوب. غنبداو البنات، هنا كما شفتوا معايا عندي توب ستان في الحرير، في هاد الالوان هادو اللي هما مختلفين والوينات اللي زوينين، ماجين هكا مع بعضياتهم، جو زوينين. توب طايح وتقيل شويه، يعني زوين بزاف. غادي نختار لي الالوان اللي غادي يجيو معاه. كما شفتوا معايا هو الارض ديالو فيها هداك اللون الغوج بريك، هداك اللون هو اللي غادي نختار. غنخدم بيه صدر التحتاني، يعني غنديرو في اللون ديال التوب. دائما الا كنتو هكا الخدمه احسن حاجه تخدمو باللون ديال الارضيه ديال التوب. كما شفتو غندير الهرم، غنديرو في اللون ديال التوب اللي لتحت، هو اللي جا مزيان. وعاد البنات غادي ناخد اللوينات الاخرى اللي فيه وفيه هداك بالزرق، زرق غامق قريب شويه للبلو مارين، وفي هذاك الفيردو، وفي واحد الصفر بارد. غادي نختار ليستخاص انا في هذاك الصفيفر، شفتو غنختاره في الذهبي. هو باش غادي نخدم، علاش؟ باش غادي يعني هاد ليستخاص هو اللي غنحدد به الصدر وغنحدد به الرشمه باش يبانوا لينا، يعني غادي نخرج اللوان، ما غاديش ندير لون غامق باش ما يجونيش اللوان هكايا غامقين وما يبانوش لوسط الثوب. والثوب كيما شفتو ملون وغامق. اختاريت الحجيرات هذوك في الزرق بحال هذاك الزمرد، واختاريت الزمرد كيما شفتو معايا في هذاك البلو مارين وفي هذاك البيستاج، وهذوك الحجيرات الوسط هما اللي غنخدم وسط الوريضات. صافي، هاد السلعه هادي كما كتقولوا ليا نختار. خديت هاد رولو ديال ليستخاص كتكون فيه 9 متر، هو اللي خدمت بيه الصدر وهاديك الوريضه، وخدمت بيه حتى الكتاف. ثم هاد اللون دابا كيبان لكم ناصح شويه، ولكن راه خو التوب، يعني خو اللون اللي في التوب غير مع الضو ما كيعطيش اللون هو هذاك. صافي، كيما غتشوفوا معايا راه غنخلي لكم التصاور ديالها ديال القندوره كيفاش جات. وندوز دابا باش غادي نبداو الخدمه. كيما شفتو سبق وخدمت معكم هاد الرشيمه هادي والصدر حتى هو. غادي نعاود معكم باش تاخدوا افكار البنات اللي يلا داخلين. غنبداو دابا الخدمه، غنحطو جيلاتين هو الاول، نثبتوه من الجناب، نحطوه على الرشمه وغنبداو الخدمه. كما كنقول لكم دائما الجيلاتين راه فيه غير جهه اللي كتلصق، الجهه الاخرى غير كتكون تتحميه وصافي باش ما يبردش. صافي، كتحلو بحال كي البلاصه اللي غادي تخدمو فيها. ضروري تاخدو غير القياس اللي غيكفاكم، تبتوها من الجناب وتبداو الخدمه. بالنسبه للبنات الخدمه،
راني فايت خدمت معاكم هاد الموديل هذا. البنات اللي غيكونوا اول مره غيدخلوا يشوفوا، غنخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. هذه فايت خدمتها لكم في قفطان جوهره، غنخلي لكم غير مع الفيديو غير تشوفوا يعني الالوان اللي غنخدم بها، ويعني التغييرات اللي غندير غيكون شويه تغييرات، يعني ماشي بحال هذاك الصدر، غيكون شويه في الحجار في الالوان. خليكم مع الفيديو غادي تشوفوا كيفاش خدمت هاد الورده وكيفاش غنعمرها كيفاش غنقطعها. خليكم معايا. هاي البنات، هنايا كملت هاد الرشيمه وقطعتها، شفتي كيفاش جات مع دوك الالوان؟ جات غزاله. والالوان مخرجتش، يعني مخرجت غير اللون هذاك البيستاش بوحدو ولا الزرق بوحدو ولا هذا، خرجتهم بتناسق مع الالوان كيفاش مخدومين في التوب كما شفتو معايا. شفتو ملي كتحط على التوب كيفاش بان؟ يعني ما خرجتش شي لون اللي غيخسر ليا اللون ديال التوب. وهنا كذلك البنات صدر، حتى هو رفيت خدمته معاكم بزاف د المرات. صافي كان تراسي ووريتكم البنات حتى كيفاش ترسموا صدر. بالنسبه للبنات اللي غيكونوا اول مره داخلين، راني حاطه حتى كيفاش ترسموه في صدر في القناه ديال قفطان جوهرة اللي كنت خدمت بالغوز. يعني طريقة والخدمة خدمتها معاكم. هنا غادي غير نعود معاكم باش تاخدوا افكار. وصافي صافي كانت راسي. وهنا الخدمة ديال الصدر راهي ساهلة بزاف، خصوصا هاد الخدمة ديال الصدر هاكا يكون غير بالهرم، وعاد غنحطو عليه رشمة يكون غير يعني ما فيه الحجر لا والو، ساهل غدورو معاه بليستخاص صافي وتعمرو بالهرم، مفيش خدمة كتيرة ولا.
ولا غياخد لكم هكا الوقت ولا انا هنا خدمت فوق هاد الطبله ما ساعدتنيش على الخدمه كما كنخدم هكا على الطبله ديال الماكينه ولا طبله عاديه. خلاص البنات ملي كتكونوا كتخدموا بلا ما تصوروا راه بالزربه راه ساهل، راه يعني التصوير اللي فيه تلقاي هكا صعوبه، خاصك تبقاي رد البال مع الكاميرا، رد البال مع تخصك تجلسي في بلاصه اللي تشد لك الكاميرا مزيان، فهمت؟ راه يعني راه التصوير ما ساهلش بالنسبه للبنات اللي عندهم قنوات، هما اللي غادي يفهموا. كيكون صعيب شويه انك تخدمي وفي نفس الوقت تصوري، وعاد المونتاج، وعاد هاد الفيديو البنات راه خدمته دابا 3 ايام هادي، ولكن الوقت ما عنديش باش ندير ليه المونتاج وباش نحطه ليكم، وعندي خدمة بزاف. غادي نحاول يعني ما امكن باش نحط ليكم ولو غير مرة مرة، نحط ليكم هكايا قفاطن، عندي خدمة بزاف ديال القفطان، يكونوا قفاطن هكا ديال المبرة ورشمات جدادين هكا بالجيلاتين. كنحاول انني نخدم رشمات جداد، علاش؟ باش انني نعطيكم افكار جداد، ما كنخدمش نفس الرشمات اللي كنخدم دائما، خصوصا ان الكليان ديالي كيخليو لي الاختيار، ما كي يعني ما كيبقاش يقول لي ديري لنا هاد الرشمه ولا هاد الرشمه، عارفين غندير لهم لي شي حاجه مزيانه، كيديروا فيا الثقه. صافي كنحاول انني نخدم لهم شي حاجه اللي هي زوينه وفي نفس الوقت تكون مختلفه، علاش؟ باش نتوما تاخذوا معايا افكار وتاخذوا معايا رشمات جداد، وهذا وتبقى القناه يعني غاديه متجدده، ماشي نبقى غير نعاود في رشمه، ولا خاص دائما يكون الجديد. وبالنسبه للبنات اللي كي يخليوا لي تعاليق، كيقول لك ما بقيتش كتحطي لنا الوصفات، ما بقيتش كتحطي لنا الطياب، فكنوعدكم ان شاء الله غنبدا نحط لكم وصفات اللي هي زوينه، يعني اللي مجربه انا، راه ماشي غندير لكم وصفات اللي ما مجرباش، ولا غنحط لكم ان شاء الله وصفات وغنبقى نشارك معكم حتى هكايا هكا الطبخ وكل شيء. يعني القناه ديالي راكم كما شفتوا راها كانت متنوعه قبل، يعني ما نبدا نخدم فيها غير هذا الشيء ديال الخياطه، كنت كنحط وصفات وكنحط ديكورات، كنحط طبخ، كنحط بزاف بزاف ديال الحوايج. راه كنواعدكم غادي نرجع نحط لكم نيت داكشي اللي كطلبوا مني، ما ناسياكمش. لحقاش كاينين بزاف البنات اللي اشتركوا عندي، كاينين اللي مشتركين على الطبخ، كاينين اللي مشتركين على الوصفات، يعني وعاد هكا التنبات والخياطه. فكنوعدكم غادي نرجع معاكم كما كنت ان شاء الله، غير نحيد عليا شويه الخدمه وصافي. هنا البنات كما شفتوا ها هو الصدر كملته، شفتوا كيفاش جا، يعني جا مع الثوب وجا اللون يعني متناسقين، خصوصا البنات الاضاءه، راه الاضاءه كتغير لي الالوان مباشره. البنات كيبان غزال، كيبان جا النيت مع الثوب وجا رائع. خدمت الكتاف ما صورتهمش، من بعد ان شاء الله نحط لكم الشكل ديالهم. ها هو الشكل ديالو البنات كيفاش طلع، غنخلي لكم حتى تصاور ديال القندوره ملبوسه كيفاش جات. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، التعاليق، كنموت عليكم بزاف بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد.